خلينا بقى نروح لمواقع الانترنت ونبتدي الاول بالمواقع الجزائريه. موقع جريده الخبر الجزائريه ابطال افريقيا الاهلي المصري يقصي الوفاق. موقع جريده البلاد الجزائريه وفاق سطيف يقصى بشرف امام الاهلي المصري. موقع جريده الشروق الجزائريه التاهل للاهلي المصري والتقدير لوفاق الجزائر. موقع جريدة الهداف الجزائرية كارتيرون مشوار الوفاق كان رائع وخبرة لاعبينا صنعت الفارق، أود أن أشكر لاعبي الوفاق على المباراة الكبيرة التي قدموها. موقع جريدة الهداف الجزائرية الطوسي قصينا في القاهرة وأهنئ لاعبي على المردود. أمام المواقع الجزائرية كان في بقى المواقع المصرية، خلينا نبتدي مع بعض مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان العمري فاروق الاصرار وراء تاهل النادي الاهلي لنهائي افريقيا شكرا للاشقاء في الجزائر. يلا كوره قالت الاهلي يعلن حجم اصابه ازارو ويكافئ لاعبيه ب 1000 دولار. كوره رئيس استاد القاهره استضافه نهائي افريقيا مستحيل. الشروق الاهلي يوجه طلب استثنائي للكاف قبل قمه الترجي. فيتو محمد يوسف التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليس صدفة. الوفد كارتيرون يتعهد بتصحيح أخطاء الأهلي. برزنتيشن سبورتس توفر 5 طائرات لجماهير الأهلي في نهائي أفريقيا. اليوم 7 الأهلي يغلق الملف الأفريقي ويبدأ الاستعداد للوصول أو للوصل الإماراتي. الأهلي دوت كوم تأجيل مباراتين بالدوري متى يعود الأهلي للمسابقة المحلية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي معلول يحصل على الحقنة الثالثة من البرنامج العلاجي خلال أيام.